اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في سورة ياسين: قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية لخصت، لا أريد أن أتوقف معها كثيرا، ولكن هذه الآية لخصت منهج الكفار حينما يعجزوا عن جواب المرسلين الذين أرسلهم الله عز وجل إلى البشر لهدايتهم. لسان العاجز، العاجز حينما تغلق السبل أمامه لا يستطيع أن يرد بمنطق عاقل حكيم، لا يجد أمامه سوى منطق القوة، منطق التهديد، منطق الوعيد. قالوا لئن لم تنتهوا لنرجمن، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. هذا هو المنطق الذي يلجأ إليه الضعيف الذي يحسب نفسه قويا. ثورة هذا الشعب كانت ثورة استثنائية بكل ما للكلمة من معنى في كل تفاصيلها، إذا ما قيست بثورات الربيع العربي، ثورة هذا الشعب كانت ثورة استثنائية بكل ما للكلمة من معنى، في سلميتها، في حضاريتها، في شعاراتها، في صمودها، في استمرارها، في مقدار التضحيات التي قدمتها، في مقدار صمودها رغم هذا التآمر الذي أحيطت به. هذه الثورة ثورة استثنائية بكل ما للكلمة من معنى. ومسيرة 15 من فبراير الماضي كانت أيضاً مسيرة استثنائية بكل ما للكلمة من معنى، كانت مسيرة استثنائية في الحضور الحاشد على مستوى البلد، هذا الحضور الجماهيري الكبير الذي أعمى عين العدو، هذا الحضور الجماهيري الذي أبهر العدو والصديق. أقول هذه المسيرة كانت مسيرة استثنائية في حضورها الجماهيري الحاشد، في سلميتها التامة، حيث لم تشهد أي نوع من أنواع الانفلات الذي قد يصاحب مثل هذه المسيرات الضخمة، لم يكن هناك أي نوع من الصدامات كما هو واضح وكما شهد العالم بأجمعه. هذه المسيرة أيضاً كانت مسيرة استثنائية في التغطية الإعلامية التي صاحبتها، كانت مسيرة استثنائية في التغطية الإعلامية سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي، خصوصاً مع البرنامج الذي فعلته المعارضة قبيل هذه المسيرة، حملة التغريدات التي سلطت الأضواء على هذه على الأوضاع المزرية في هذا البلد، وهي حملة ناجحة بكل المقاييس. الحدث أيضاً الذي صاحب المسيرة وهو الذكرى السنوية لانطلاق ثورة هذا الشعب، أقول كل هذه الأمور سلطت الضوء على البحرين، فكانت هذه المسيرة الاستثنائية في حضورها أيضاً نوع الشعارات التي رفعت خلال المسيرة وحضارية هذه الشعارات التي شهدها العالم والتغطية الإعلامية كانت حاضرة بقوة هنا. هذه المسيرة كانت مسيرة استثنائية في مقدار فضحها وتعريتها لهذا النظام، وهذا هو المهم. هذه المسيرة بعد كل ما تقدم هي مسيرة استثنائية في مقدار فضحها وتعريتها لأكاذيب هذه السلطة. هذه السلطة دأبت على التغني بأنها دولة تعطي الحرية لمواطنيها، بأنها دولة ديمقراطية لا تقمع الكلمة، لا تقمع الصوت الحر،
وإنما تتعامل مع بعض الفئات الفوضوية. هذه المسيرة كانت مسيرة سلمية، كانت مسيرة حضارية بكل المقاييس، ومع ذلك حصل فيها ما حصل من هذه السلطة. أقول هذه المسيرة عرت أكاذيب السلطة في أنها قد أسكتت صوت هذا الشعب، فاتضح للعالم بأنه رغم مرور 3 أعوام على انطلاق هذه الثورة المباركة، لا زال الشعب صامداً مصراً متمسكاً بمطالبه. إذن هذه الثورة هي ثورة، أو عفواً هذه المسيرة، مسيرة 15 فبراير، هي مسيرة استثنائية بكل المقاييس. أي ذنب اقترفه هؤلاء الإخوة؟ أي ذنب اقترفه هؤلاء الإخوة غير مناداتهم بالحرية، بالديمقراطية، بأن يكون صوت هذا الشعب مسموعاً، أن يكون له دوره في إدارة شؤونه، أن لا يهمش، أن يكون هو مصدر السلطات. وهذا حق طبيعي تمارسه جميع شعوب الدنيا ما عدا هذا الشعب الذي كتب عليه أن يعيش هذا الظلم وهذا الاضطهاد. هؤلاء الإخوة يدفعون ثمن، لكل شيء ثمن. وعنوان الوقفة ثمن الصوت الحر. أقول هؤلاء الإخوة يدفعون ثمن الصوت الحر في هذا البلد. في هذا البلد يقمع الصوت الحر، وهؤلاء يدفعون ثمن الصوت الحر. أقول لهذه السلطة، ليس هؤلاء فقط، ليس هؤلاء الإخوة، بل كل أفراد هذا الشعب مستعدون لدفع ثمن الصوت الحر، ولن يتنازلوا حتى يحققوا مطالبهم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.